معي زوجة الشهيد إن شاء الله أحمد وهدان. بداية، كيف تلقيتم الخبر، خاصة وأن هذه القضية وهذا الحكم بالتحديد كان هناك تمهيد منذ مساء أمس حول تنفيذ هذا الحكم؟ هو في حد اتصل بينا امبارح وقال لي ان هم خدوا احمد من مكانه، وبعدين حاولت اتواصل معي حد من اهالي الناس اللي مع احمد، فقالوا لي ان هم برضه خدوهم وراحوا على مكان التنفيذ، وقالوا ان التنفيذ هيبقى الساعه 7 الصبح. كان لديكم معلومات بمكان وموعد التنفيذ؟ عندما استمعتم إلى هذا الخبر وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن بأنه قد تم تنفيذ الحكم، يعني كيف كانت مشاعرك أنت وطفلتك الصغيرة عقب تنفيذ هذا الحكم؟ طفلتي مش عارف حاجة، مش لسه صغيرة جدا، لسه تعرفش أصلا عندها أب. ماذا سوف تقولين لها عن أحمد؟ هو أن بابا راح في مكان أحسن من اللي احنا قاعدين فيه. هو ده لما تكبر ما تسيبش حقه أبدا. طيب، ما هي الرسالة التي من الممكن أن توجهيها إلى من قام بتنفيذ هذه الأحكام الجائرة على أحمد ومن معه؟ الحمد لله ونعم الوكيل فيكم، الحمد لله ونعم الوكيل فيكم، والله نعم يا رب كل واحد سلام أحمد، ربنا يحرق قلبه، والله هناخد حقنا يوم القيامة. نقدم لك التعازي ونقدر المشاعر التي أنت فيها، وهذه هي صورتك وصورة ابنتك الصغيرة التي لم ترى والدها، وحكم النظام المصري على والدها ظلما بأنه لن يراها إلى الأبد في هذه الدنيا، لعل وعسى يراها في الآخرة إن شاء الله. طيب سيدة رنا، ما قالته نجلة المستشار هشام بركات؟ كتبت على موقعها على فيسبوك بأن من سيتم تنفيذ الحكم فيهم هم ليسوا من قاموا بقتل هشام بركات، عليكم أن تبحثوا عن القاتل الحقيقي. كيف قرأت هذا الكلام من نجلة هشام بركات؟ بعد إيه؟ جاي بعد إيه؟ بقاله 3 سنين وبقاله سنة محكوم عليه بالإعدام، والحكم بتاعه النقض بتاعه اترفض بقاله قد ايه، لسه فاكره حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي كل واحد شارك في اللي حصل لاحمد واللي معاه. والله ما انا مسامحه اي حد عشان خاطر بنتي دي اللي اتيتمت من قبل ما تعرف ان ليها اب. حسبي الله ونعم الوكيل. هناخد حقنا وبنتي هتاخد حقها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، في الدنيا وفي الآخرة هناخد حقنا والله العظيم، والله العظيم، وعشان أحمد شخص كويس ربنا إداله الشهادة، والله والله عشان هو شخص كويس. طيب هل هناك رسالة أخرى من الممكن أن تقدميها إلى من قام بتنفيذ هذا الحكم، أو كل من يتضامن من أجل ألا يعني ألا تسال المزيد من دماء الشباب المصري ظلما وزورا وفي أي سجن من سجون مصر؟ هو ده حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا إن شاء الله يوريهم في عياله، ربنا يحرق قلوبهم زي ما حرق قلوبنا، ربنا ينتقم منهم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وإن أحمد أحسن منهم كلهم، والله أحمد أحسن منهم كلهم. وصلت رسالتك وشكرا.
جزيلا لك زوجة الشهيد إن شاء الله أحمد وهدان الذي تم تنفيذ الحكم عليه صباح اليوم.